الصلاة والسلام في هذا الدرب، كان يذهب كل سبت ماشيا أو راكبا إلى مسجد قباء، وسلك هذا الدرب في هجرة الميمونة في دخوله للمدينة. في 88 هجرية إلى 92-91 كان أمير المدينة عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل اللي تولى سدة الحكم في الدولة الأموية فيما بعد. حينما كان أميراً للمدينة كلف لجنة من كبار التابعين بتتبع المصليات النبوية، فبنوها من حجارة الحرة المطابقة. هذه الحجارة المسجد رمم بطريقة جميلة في عهد الملك سلمان حفظه الله. الترميم وما بين القديم والجديد، لو تلاحظون انسجام بصري ما بين الجديد وما بين القديم، وهذا هو الترميم.